أنا أرحب وأهنئ وأشكر كابتن أيمن يونس نجم الزمالك طبعا. منورنا يا كابتن أيمن. يا جو يا عمر يا حبيبي، نهنئ أنفسنا. ده احنا نهنئ أنفسنا، ده احنا يا فرحتنا اللي هي فرحتين أو ثلاث فرحات، فوز وكونفدرالية. اه والله. قول يا دكتور، قول يا كابتن ايمن. بطولة في توقيت مهم قوي في تاريخ الزمالك. ليه بقى في توقيت مهم؟ لان لو تقبل مش حلب المردود المالي بتاعها هيحل لك مشاكل كتير قوي الزمالك بيتعرض لها. زي واحد، البطوله دي كانت بحد ذاتها ليها تاثير نفسي بيسلمني من عليها الزمالك الطبيعيه. الزمالك بيستعيد كبرياءه الكروي من خلال هذه البطوله. ايوه، وكبرياءه الكروي دي كلمه يعني عايز اقول كلمه مهمه جدا. الزمالك كان بيفتقد حاجات كتير قوي في الفتره الاخيره وعنده مشاكل كتيره، فاعتقد الفوز ده هيحط لك حاجات كتير، هيرفع المعنى. اتفق معاك ان كان جميل قوي جماهير نادي الزمالك النهارده صراحه. الاداء ما نقدرش نتكلم في الاداء، يعني في لعيبه كتير قوي في الملعب كانت مش قادره تشيل رجلها من الضغط والتوتر العصبي الرهيب اللي تعرضوا له. فانا بعذرهم، مش هتكلم على الاداء ولا هتكلم على جوبين، انا هتكلم مبروك عرفنا نفرح. صح، وقت صعب ومجهود صعب وتعب سنين، ومجلس اداره بصراحه حاول يقدم وعمل مستحيلات. ايوه، ففي تتويج مهم تعادة في وقتها، فاعتقد شيء جميل ان انت تلاقي حاجه تبني عليها. فاعتقد بطوله الزمالك يقدر يبني عليها شخصيه جديده، قدرات جديده، كبرياء ويستعيده في افريقيا، في مصر، حاجات كتيرة قوي، مكاسب بالجملة من هذه البطولة. الجمهور النهاردة كان جميل، رائع، لوحة، مشرف، لوحة. مشرف، صح. يفرح لوحة. القلب. طب لوحة رائعة، مثير، حاجة الملعب منور بجد. وبنسعد بالجماهير رغم ان لعيبه كتيره ما شافتش الجماهير دي خالص، فاعتقد كتير منهم اتوتر، لكن المنظر كان راقي ويليق باسم مصر، وده حاجه مهمه قوي. في جيل صغير واعد كده، في جيل، لا العفو، في جيل صغير كده واعد، اللي هم الولاد الصغيرين جدا في السن، اللي ما شافوش الزمالك بالتألق ده، واللي ما شافوش جماهير الزمالك بالحضور الطاغي ده. حلوه منك قوي، وده عنوان مهم قوي في مكاسب المباراه. يعني دي من ضمن مكاسب المباراه اللي انت بتتكلم فيها دي. ايوه طب بس خلينا نتفق ان الجماهير طبعا هي العنصر الاكسجين لاي لاعب. صحيح، هي اللي بتديله الطاقه، وهي اللي بتديله التحميس، وهي اللي بتديله الرغبه، وهي اللي بتديله الاراده، وهي اللي بتديله الاحترام والانضباط. النهارده لعيبه الزمالك احترموا جماهيرهم تماما، وادوا في حدود قدراتهم وفي حدود المتاح وفي حدود طاقتهم البدنيه والنفسيه. طبعا الفوز كان يعني مش قادر اقول لك تعبنا، زوري باظ مفتوح. انت عارف النهارده كان عندي كل لعيبه نادي الزمالك في البيت. يا عيني القدامى، يعني يا عيني الجيل الذهبي ده، الهجوم جمال عبد الحميد بطارق يحيى بخالد الغندور بهشام يكن بخالد جلال بعادل عبد الواحد بشاب ابراهيم، يعني مش قادر اقول لك باحمد الشاج، كله موجود، يعني الكباتن كلها بينوروني. يعني لو ما كانش عندي هوا كنت هبقى شبطان في القعده دي. والله عايز اضحكك، انا كاني بلعب في الملعب، اللي بلاقيه بيقوم يجري من على الكرسي، واللي بيشوط وهو قاعد، واللي قاعد نزل تحت الكرسي، واللي بيتزحلق جنب الكنب، حاجات كوميديه طبعا. التوتر العصبي كان رهيب النهارده بصراحه. صحيح، لكن السعاده جميله. ومبروك للزمالك، أيوة، ومبروك لمصر، ولازم نقول عقبال كل الفرق المصريه وعقبال الاهلي، يا رب. محتاجين نفرح. صح، مدنوقين في الفرحه. طب حضرتك قلت لي جمله عظيمه، قلت لي ده فوز يبنى عليه، اذا الفوز مسؤوليه، ومسؤوليه كبيره. ده فوز جه بعد طول انتظار، وبطوله جت بعد طول انتظار. ما الذي يجب ان يبنى عليه في المراحل، مش هقول بقى المرحله، المراحل اللي جايه؟ خلينا واقعيين، انت محتاج تبني حاجات كتير قوي جوه نادي الزمالك، محتاج تبني قطاع ناشئين قوي، محتاج تبني ادارات فنيه كرويه قويه،
الجميع كان بيجتهد وبيأدي أقصى طاقاته في مجلس الإدارة. تحويل الفكر لفكر محترف والأداء لأداء محترف والعمل لعمل محترف، أعتقد دي الخطوة القادمة الإجبارية مش على الزمالك بس، على معظم الأندية في مصر. إحنا بنقعد نردد كلمة واحدة وإحنا محدش فاهم معناها. الكرة صناعة، الكرة صناعة، الكرة صناعة. صح. وكلمة صناعة دي كلمة كبيرة. دي كلمة في كل منطقة مليانة عالم من المحترفين. وإحنا للأسف عندناش محترفين غير اللعيبة في مصر. كل الإدارات هاوية. وده شيء تهيدي. فأنا أعتقد خطوة جديدة تعلن عن شركة كرة القدم لنادي الزمالك، خطوة جديدة تقدر تقول حبني فيها قطاع ناشئين قوي جدا، خطوة جديدة أبتدي أفكر بشكل مختلف في عملية الصفقات واللعيبة. لأن شيء مضحك كمان يا يوسف وأنت تقدر تعمل عليه حلقة مهمة قوي، الموجودين ودرجات تأثيرهم في الأندية وبالذات في الزمالك والأهلي محدودة جدا وبتدفع عليهم ملايين الدولارات. ده الزمالك مضروب في قضية خالد بوطيب اللي هو المغربي برقم فلكي. صحيح. انت فاهم؟ انت ازاي بقى من الادارات ادائها بيجي اداء شبه هاوي؟ يعني ايه اداره محترفه ويعني ايه اداره هاويه؟ اداره محترفه تقعد تراقب لعيب سنه عشان تشتريه. اداره هاويه تقدر تشتري لعيب بسي نهايه. يشوفوه في سي نهايه ويشتروه. انت فاهم؟ حاجات بسيطة بس يعني المعاني بتاعتها او تفاصيل بسيطة لكن التأثير بتاعها احيانا بيبقى كبير. فعلا محتاجين التحولات دي. انا ليه بفرح بالبطولات؟ دايما اقول البطولات فرصة للتغيير. ايوه. البطولات دايما فرصة للتغيير للأحسن. اللي يعتمد على انه كسب بطولة ويستمر هيفشل بعد كده. فأنا أعتقد النهاردة الزمالك فرصة انتعاشة نفسية، انتعاشة إدارية، انتعاشة كروية. هنستغلها ازاي؟ هنتفرج. أهم حاجة هنستغلها إن احنا نتخلص من ديون. يا رب. بعد كده لازم يبقى في مرحلة جديدة لتطوير الفكر الإداري في مصر. الزمالك والأهلي مطالبين والأندية والله كلها. تطوير فكرهم الإداري لأن الفرحة بنحبها متكاملة. انا فرحت النهارده جميل، بص انت قاعد في الاستوديو الماده بتاعتك جميله والقعده جميله والناس فرحانه والاهلاويه بيستعدوا عايزين يفرحوا، في حاله سعاده. الكره اصبحت مصدر من مصادر السعاده. صحيح صحيح. انت 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 ممكن تحب مني حاجات كتيره وتنقص مني حاجات كتيره، لكن في حاجات كده هي اللي بتخزي العقول والقلوب والاحاسيس، والكره حاجه منهم طبعا، بتخلق فرحة وسعادة زي ما حضرتك قلت يا كابتن أيمن. نورتني وشرفتني وألف مليون مبروك، ونهنئ أنفسنا زي ما بيتقال. كابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق وأحد أهم نجومنا في العمل الإعلامي الرياضي كمان، ودي حاجة مهمة جدا.